يا جماعه امنعوا السياكل بالكامل. اجراءات امنيه تعقب تحرير كل منطقه من محافظه ابين وتخليصها من الجماعات الارهابيه التي سبق لها السيطره على معظم المناطق ونشرت معها قوانينها الخاصه وظواهرها الواضحه على المباني وفي الاحياء التي تكاد تكون خاويه. يرافق اجراءات الامن وتقدم الجيش الذي توغل في احور ولودر وموديه اجراءات اجتماعيه، فقد اعلنت بعض القبائل تخليها عن ابنائها الذين ينتمون الى التنظيمات الارهابيه، بل انها ذهبت عبر بيان اصدرته الى مسانده الحمله التي ينفذها الجيش بدعم من التحالف العربي، وقالت انها مع كل ما تتخذه القوات النظاميه. ووفقا لقاده ميدانيين فقد تمكنت القوات من القبض على العديد من العناصر الارهابيه اثناء الحمله. وتظهر الصور القادمة من هناك جنوداً أثناء إلقائهم القبض على أحد العناصر، قالت القوات إنه كان يحمل حزاماً ناسفاً. وكانت مناطق المحافظة قد عاشت فترة طويلة منذ أعلن تنظيم القاعدة انسحابه، لكنه كان انسحاباً لم يشجع السلطات المحلية على العودة إلى المحافظة ومزاولة أي أنشطة فيها.